حضراتكم لتغطيتنا الإخبارية من داخل اللجان مع زميل أشرف عباس، وتغطية إخبارية من داخل إحدى لجان بمحافظة أسوان. أعزائي المشاهدين، تابع معكم لقاءاتنا الخارجية النهاردة من أمام في مدينة أسوان، من أمام طبعا مدرسة أبطال الكرة الابتدائية. النهاردة بنتكلم عن طبعا في تواجد كبير للسيدات في هذه الانتخابات. أهلا وسهلا. كلمينا عن انتخاباتك، إيه رأيك في الانتخابات والنظام، كويس ولا لا؟ لا تمام، النظام والانتخابات تمام وكله ماشي تمام، يعني كله ماشي تمام. تعرف بك؟ سمية اسماعيل. اتكلم معاك عن ايه رايك في النظام وايه رايك في الانتخابات، وسهلوا لكم عمليه الدخول ولا؟ كويس الحمد لله، كويس النظام والناس من بيها بيصوتوا. عرب بيك. انوار محمود. انا بايد يعني اي حد موجود في بيته ينزل ينتخب، لان لازم بلدنا يبقى فيها رئيس وكده، لازم ننزل ونوعي المواطنين، ده لو حتى حد عاجز في البيت ينزل ينتخب ويأيد صوته، لان بلدنا يعني في حفظ وامان تبقى. فلازم بأيد وبقول لاي حد موجود في بيته ما نزلش الانتخابات، ينزل يا جماعه ينتخب، محتاجين بجد ان يكون لنا رئيس. وتحيا مصر ويحيا الجيش. كيف النظام والدخول؟ نظام حلو والدخول كويس خالص بصراحه، بسهوله. وتحيا مصر يعني. طبعا الانتخابات دي مهمه خالص، والمفروض كل واحد يجي هنا ويدلب صوته علشان نبني مصر ونبني بلدنا كلنا. راي حضرتك في النظام؟ كويس، والدنيا كويسة وفي أمان، وشايفة أن فترة يعني تعتبر من أزهى الفترات، وفي طبعا كباري ومدن جديدة بتتعمل وحاجات كتير واضحة يعني لكل الناس. لما معاك عن أهمية الانتخابات ومشاركة السيدات، ومشاركة جميلة جدا. أيوة طبعا لازم نشارك ولازم ما نضيعش أصواتنا. جاي من الساعة كام؟ لا أنا جاية لي نص ساعة بعد القداس يعني. ما شاء الله، يعني العملية ماشية كويس. إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، طبعا دي كانت تغطيتنا من مدينة أسوان حول سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024. كان معكم من مدينة أسوان أشرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.